احنا بدأنا شغل في مشروع الجسر السادس، حاليا نسب التنفيذ وصلت لنسب متقدمة، يعني وصلنا في أعمال الجسر إلى نسبة تنفيذ تتعدى 60%، أيضا المقتربات تعدينا نسبة 70%. عندنا نسب التنفيذ بالنسبة للمشروع، بالنسبة لأعمال الركائز تجاوزت 97%، يعني متوقعنا حوالي 3 ركائز بالنهر. أيضا القبعات الركائز وصلنا تجاوزنا 90%، الأعمدة كذلك 90%. أعمال القبعات الأعمدة تجاوزت 85%، أعمال الروافد تجاوزت 50%. هلا بدأنا في أعمال تنصيب الروافد، يعني إن شاء الله العمل بيصير بوتيرة متصاعدة، وإن شاء الله يكون التسليم في الموعد وقبل الموعد المحدد إن شاء الله. مدة العمل 18 شهر، يعني حاليا احنا بقالنا حوالي 6 اشهر، يعني في خلال الثلاث لاربع شهور بيتم الانتهاء من العمل بالكامل. شنو اهم المعوقات وشنو المعوقات اللي اجتازيتوها؟ تمام، هو والله في تعاون من مديريه الجسور والطرق بنينوى، يعني في لو في اي صعاب بيتم تداركها، ويعني والعمل بيصير بوتيره منتظمه ولا يوجد اي معوقات ان شاء الله. العمل ليل ونهار مستمر له بس؟ نعم، العمل على مدار ال 24 ساعه مستمر.